معنا سيد سيركس تشوبريان في محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك سيركس. أهلا بك. الله يسعد أوقاتك. يعني بالتأكيد هو يوم استثنائي سيركس، تتجه فيه الأنظار نحو الولايات المتحدة الأمريكية، أسواق العالم كل الدنيا عينها على واشنطن وعلى الولايات الأمريكية، وهي تدلي بعملية الاختراع في واحدة من أعقد وأدق العمليات الانتخابية التي تشهدها أمريكا قريبا. سؤالي، لماذا استبقت الأسواق هذه الانتخابات باللون الأخضر؟ كما تفضلت حضرتك، نحن في انتظار يوم استثنائي بالفعل، وهو يوم الانتخابات الأمريكية، والذي باعتقادي سوف يكون مختلف جدا عن الانتخابات السابقة، حيث هنالك تباين كبير جدا في الآراء، وشهدنا ارتفاعات في أسواق الأسهم، إن كانت الأسواق الأمريكية يوم أمس وكذلك الأوروبية، وهذا اليوم تبعتها مؤشرات الأسهم الآسيوية وعقود مؤشرات الأسهم الأمريكية تتداول في ميل للارتفاع. لكن أود النظر إلى هذه الارتفاعات على أنها انعكاس لحالة التوتر التي تسود الأسواق المالية. فلا شك في أن هنالك عمليات بيع على المكشوف تحصل على عقود الآجلة وكذلك على العقود المستقبلية في الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي، والآن دخل المتداولون في مرحلة من جني الأرباح على هذه المراكز المالية التي كانت بيعا على المكشوف، وبالتالي تحصل عمليات شرائية لإقفال تلك المراكز المالية. أود النظر إلى حقيقة أن الانتخابات الأمريكية هذه المرة تحمل العديد من الاحتمالات، فقد اعتدنا سابقا أن نرى أحد الترجيح فوز أحد المرشحين، وربما تحصل مفاجآت كما حصل في عام 2016، لكن هذه المرة تسود حالة من التوتر في الأسواق المالية والترقب لأسباب عديدة، فهنالك العديد من السيناريوهات لا تقتصر فقط على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية رئاسية جديدة أو المرشح الديمقراطي جو بايدن، بل أيضا هنالك حالات أخرى وهي في حال ظهور تقارب في الأصوات، مع العلم بأن أكثر من 90 مليون مواطن أمريكي بالفعل قد أدلوا بأصواتهم حتى هذا اليوم، وهذا ما يعادل حوالي 67% من عدد الأصوات التي تم التصويت بها عام 2016. وبالتالي هنا تكمن مشكلة جديدة وهي بفرز الأصوات. نعم. فهل سوف يتم فرز الأصوات هذا اليوم أو سوف نحتاج إلى عدة أيام في حال كانت طبعا النتائج متقاربة لتحديد من سوف يفوز بكرسي الرئاسة؟ ليس صحيح. هذا فقط، بل أيضا هنالك احتمالية. نعم. بأن نرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما صرح سابقا بأنه سوف يلجأ إلى المحاكم للطعن. صحيح. في نتيجة الانتخابات في حال. نعم. فاز جو بايدن. نعم. وهذا ما يجعل الانتخابات جدا متوتر. نعم، ويثير حالة من القلق بطبيعة الحال حتى تمر بسلام. الدولار سيركس، ما هو موقعه من الإعراب وسط هذه الأجواء؟ شهدنا الدولار الأمريكي بالفعل تحرك في تذبذب خلال الشهر الماضي، وأيضا خلال تداولات هذا اليوم المتذبذبة مقابل سلة العملات، هي انعكاس لحالة من الترقب برغم التحركات التي بدت واضحة في أسواق الأسهم وعديد من الأسواق الأخرى. لكن أسواق العملات في أغلبها، وأتكلم هنا عن العملات الرئيسية، تداولت ضمن نطاقات محدودة متذبذبة، وهذا يعكس حقيقة انتظار المتداولين لنتائج الانتخابات. لكن في نفس الوقت أعتقد بأن تحركات الدولار الأمريكي سوف ترتبط في الأداء الاقتصادي أكثر من ارتباطها على المدى المتوسط والطويل طبعا في الفائز في الانتخابات. فخلال الأعوام الماضية شهدنا التذبذب في حركة الدولار ملازم لتحركات الاقتصاد الأمريكي وتوجهات سياسات الفدرالي الأمريكي النقدية، وخلال هذه السنة أيضا شهدنا ارتباط في تحركات الدولار الأمريكي مع دورة أعمال أسواق الأسهم ودورة أعمال الاقتصاد. وبالتالي يجب أن نعلم بأن الاحتمال الأكبر بأن نرى التذبذب في تحركات الدولار الأمريكي خلال تداولات هذا اليوم، وربما أيضا خلال بقية الأسبوع، خصوصا مع انتظارنا لقرار الفدرالي الأمريكي لاحقا هذا الأسبوع. لكن في نفس الوقت توجهات الدولار باعتقادي سوف تعتمد على توجهات سياسات الفدرالي الأمريكي، إلى جانب خطط التحفيز الحكومية إن عاد الحديث عنها من جديد، إلى جانب أيضا الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. فمن كان سيفوز؟ هل هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو جو بايدن؟ فالاعتقاد السائد بأن الحزب الديمقراطي هو الأفضل للاقتصاد، لكن لنرجع. نعم. بالتاريخ قليلا إلى فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنلاحظ بأن الاقتصاد الأمريكي كان أداؤه إيجابي جدا. صحيح. حتى في عام
2018 أثناء حرب التجارة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، وهذا ما يعكس بأن حركة الدولار ربما سترتبط أكثر في التوجهات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. صحيح، ونود أن نشير يعني أن الدولار وأدائه في مؤشر أداء الدولار كان الأعلى في العام 1995، وصل إلى أكثر من 160 نقطة، وسجل الأدنى في الأزمة المالية في 2008. شكرا جزيلا لك سركيس تشوبيان، وأنت محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.